لا يعني ما قدم الشيء المنتظر، صافرة وخطأ يحتسب في اللقطة الماضية لمصلحة نادي ظفار على منذر الصبحي طبعا بعد تدخل الماضي مع أحمد سليم. راح نشوف الوقت المحتسب كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول، واللي راح يقدر حكم المباراة قاسم الحاتمي. رمي تماس عبد المجيد اليحمدي على تنفيذ، ترسل سريعة لإرنست الغاني، الكرة معه عبد المجيد، عودة الآن مرة أخرى لخالد اليعقوبي، خط الظهر بالنسبة للشباب. إذا دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الأول. جميل تمريرة للأمام لو مرت، لكن قراءة جيدة كانت من مدافع ظفار. تعود المحاولة للشباب، احتراض من اللاعبين ومن الجهاز الإداري بالنسبة لنادي ظفار على قرار قاسم الحاتمي، ولكن يجب أن يهدأ الإداريين والفنيين أكثر على دكة البدلاء. كرة بتعود من جديد إرنست، شبابية المحاولة مستمرة، منذر لجميل، تفكير في الخذوهات ولكن مبعدة هي الأخرى، تصل لخالد اليعقوبي للشباب مع الثواني الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول. جميل يحمد يحاول يمر، الكرة مستمرة صافرة وخطأ يشير على وجود حكم المباراة لمصلحة نادي ظفار. تأتي الآن مشاهدينا متابعينا الكرام صافرة الحكم قاسم الحاتمي ونهاية شوط المباراة الأول بتقدم نادي ظفار بهدف نظيف سجل لاوسون بيكاي مع الدقيقة الثانية من عمر شوط المباراة الأول. ظفار نجح في الحفاظ على هذا الهدف، والشباب كانت لديه الفرصة للتعديل ولكنه لم يستغل ركلة الجزاء التي أضاعها عمر المالكي، وبالتالي ينتهي شوط المباراة الأول بهذه الصورة على أمل مشاهدة شوط ثاني أجمل بإذن الله تعالى من الجانبين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى مع شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء، قمة الجولة الثانية من دورينا دوري عمان تل موسم 2017-2018. هذا اللقاء الذي يجمع نادي ظفار بنادي الشباب هنا في مجمع الصلالة الرياضي. كنا قد تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم نادي ظفار بهدف وحيد سجل لاوسون بيكاي مع الدقيقة الثانية من عمر شوط المباراة الأول. شوط كان جميل حقيقة في فترات عديدة، الشباب كانت عنده فرصة التعديل ولكن عمر المالكي أضاع ركلة الجزاء في انتظار شوط المباراة الثاني وفي انتظار فرجة كروية ممتعة من الجانبين بإذن الله تعالى. نذكر بتشكيلة الفريقين مرة أخرى. نادي ظفار المستضيف، حراسة المرمى لرياض سبيت، أسلوب اللعب 4-3-3، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى علي سالم، عبد السلام عامر، أحمد سليم، عزان عباس، ثنائي الوسط الارتكاز تامر الحاج ومعتز صالح، أمامهم الإسباني هوغو لوبيز، على يمين عمرو جنيات وعلى يسار لاوسون بيكاي، يبقى عصام البارحي المهاجم الصريح. تعود للشباب الآن، تغيير لاتجاه اللعب لكن تتخلص من عبد السلام. الشباب نذكر أيضا بتشكيلته، حراس المرمى للمهند بلوشي، أسلوب اللعب 4-2-3-1، خط الدفاع من الجهة اليمنى لليسرى عبد المجيد اليحمدي، خالد البريكي، خالد اليعقوبي، عبد الحافظ ثويني، ثنائي الارتكاز الغاني إرنست ومنذر الصبحي، أمامهم عمر المالكي، على يمينه جميل اليحمدي وعلى يساره سامي الحسيني، وفي المقدمة البرازيلي فينيسيوس. ما من تغييرات أجراها المدربين حتى الآن، سواء كان الوطني علي الخنبشي مدرب الشباب أو الروماني فلورين متروك مدرب نادي ظفار. فينيسيوس والمهارة، مروة تقدم، هذه خطرة ولكن تتخلص، حاول يمر بين 4 إلى 5 مدافعين ولكن أخيرا الكثرة تغلب الشجاعة يا فينيسيوس، والكرة فيها رمي تماس لمصلحة الشباب، عرضية للأمام لكن عبد السلام عامر يبعد، الكرة مستمرة مع جميل، عرضية للأمام مرة أخرى، عبد السلام يخلص الكرة الماضية. مباراة سريعة في شوطها الأول وهكذا تبدأ في شوطها الثاني ماشية لمصلحة الشباب، كرة تتخلص
وتعود مع لاوسون بيكاي. 23 سنة مثل ما ذكرت للاوسون، وبالمناسبة عقده يمتد لأربع سنوات. الموسم الماضي كانت السنة الأولى وهذه السنة الثانية، ولا زال في عقده سنتين، والأمر يبقى مرتبطا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالمستويات التي يقدمها هذا اللاعب الغاني. إن أقنع فمتوقع أن يستمر، وإن لم يقنع فمن المتوقع أن لا يستمر أيضا، لأنه إدارة نادي ظفار دائما تبحث عن اللاعب الذي يقدم الإضافة الحقيقية. كرة بتعود الآن من جديد لمصلحة نادي الشباب من الجهة اليمنى، محاولات تستمر. وفي المباريات اللي تجري في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، طبعا النصر لا زال متقدما على المضيبي بهدفين نظيفين، مسقط كذلك متقدم على نادي إصحار بهدف نظيف، وهنا ظفار يتقدم بهدف لاوسون بيكاي. ومباراة نادي عمان وسويق تبدأ طبعا بمستمرة طبعا حتى الآن بتعادلها السلبي. كرة بتعود من جديد لمصلحة الشباب من الجهة اليمنى. دورينا وبدايات منتظرة ومباريات هامة بالنسبة للجميع. صافرة وخطأ يبدو أو حالة تسلل على سامح الحسني في الكرة الماضية. راح نشوف رياض على تنفيذ هذه الكرة، حرة غير مباشرة لمصلحة نادي ظفار. حالة تسلل إذا فعلا محتسبة على سامي الحسني. رياض السبيت الآن يرسل الكرة العالية مرة أخرى، البحث عن هوغو لوبيز، لكن هنالك صافرة وخطأ لمصلحة نادي الشباب. شباب يعني من المفارقات أنه عندما يأتي للحسم في بطولة الدوري يصطدم بأحد العملاقين، ويصطدم بهما بعد غياب طويل بالنسبة لهما عن منصات التتويج. الحديث عن نادي فنجة وعن نادي ظفار. المحاولة الأولى مثل ما ذكرنا موسم 2011-2012 فنجة كان عائد بعد غياب استمر لقرابة 21 سنة عن دوري الأضواء وعن آخر بطولة دوري حصدها، وبالتالي كان متعطشا للغاية لهذه البطولة التي غابت لقرابة العقدين من الزمن. وجميعنا يتذكر المباراة الفاصلة المثيرة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، تعادل بين الفريقين في وقتها الأصلي والإضافي، ليحتكم بعد ذلك الشباب وفنجة لركلات الترجيح التي ابتسمت لنادي فنجة بسبعة ركلات مقابل ستة للشباب، وبالتالي ضاعت بطولة الدوري الأولى التي كان ينتظرها الصقور منذ سنوات طويلة. والموسم الماضي كذلك اصطدم بظفار الفريق الكبير الآخر والذي غاب لسنوات طويلة عن بطولة الدوري، وكان متعطشا للغاية للفوز ببطولة الدوري، ونجح فعلا في تحقيق ذلك بعد أن تعادل مع الشباب بهدفين لهدفين. الآن المحاولة موجودة، الأمنيات بالنسبة للشبابيين بأن تكون الثالثة ثابتة كما ذكرت، وأن يتوج الفريق ببطولة الدوري الأولى اللي من المتوقع أن تأتي ببطولات قادمة في سنوات قادمة بحول الله تعالى. ودائما وأبدا يعني ما تبقى البطولة الأولى الأهم بالنسبة لأي نادي، يعني دعونا نصفها بأنها مفتاح البطولات الأخرى، مسألة يعني الاكتساب الثقة المطلوبة وكسر حاجز الخوف أو العقدة إنجاز التعبير، عقدة الفوز ببطولة أو بالبطولة الأولى. يعني هذا الأمر مهم جدا من الناحية النفسية، ولذلك الشبابيين يعملوا ويجتهدوا في المواسم الماضية لأن يفوزوا ويتوجوا ببطولة أولى، سواء كان بطولة الدوري أو الكأس الغالية. الفريق يستمر في عمله المنظم ويتمنى أن يحالفه الحظ في هذا الموسم. كرة بتعود، لكن ما في شك أن المنافسة راح تكون شرسة جدا. عندنا ظفار قادم بقوة، عندنا السويق أيضا قادم بقوة، شباب متوقع، ودورينا دائما عودنا على مفاجآت. ممكن يظهر لنا فريق غير مرشح للمنافسة ولكن يحضر بشكل جيد ويزاحم أيضا فرق المقدمة، لذلك المهمة لن تكون سهلة إطلاقا على جميع الفرق. تعود شبابية في منتصف الميدان،
القمة إلى الآن لا زالت تسير لمصلحة نادي ظفار. هل يتغير شيء؟ هل يتحرك المدربين وبالتحديد علي الخنبشي ويدفع بورقة ربما على المستوى الهجومي؟ ولو ننظر لدكة بدلاء الشباب يبقى من الأسماء الهامة هجوميا محمد سيابي ومصعب الشرقي وكذلك خليل العلوي، هذه خطرة لمصلحة لاوسن بيكاي. ظفار الآن محاولة عمرو ممكن يصوب، يا سلام حلوة اللعبة حلوة اللعبة لكن تعتلي العارضة، فيها ركلة مرمى لمصلحة الشباب. المدرج الأحمر كان ينتظر خبر ثاني، هدف ثاني يقرب نادي ظفار أكثر من النقاط الثلاث في هذا المساء. راح نشوف عموما فرناندو أيضا بالنسبة لعلي الخنبشي من الأسماء اللي قد يلجأ لها في الوقت القادم من عمر هذا اللقاء. عموما صافرة وخطأ، شوفوا معي الكرة الماضية تمريرة معتز لعصام البارحي من ثم نقلة لعمرو جنيات، كان يطالب بركنية في اللقطة الماضية، تدرج جميل كان بالكرة بالختام لم يكن بالشكل المطلوب. هذه تصويبة عمرو جنيات، كرات اللي يبحث عنها نادي ظفار. علي سالم الآن على تنفيذ رمية التماس، ملعوبة سريعة هذه الكرة، علي من جديد حظا على كورته لكن تتخلص وتعود لمصلحة الشباب. عمر المالكي كرة مع عمر، لا زال مسيطر على كورته بشكل جيد، ضغط مزدوج وأخيرا صافرة وخطأ لمصلحة عمر المالكي. ترسل الكرة عالية وللأمام، فينيسيوس البرازيلي مانتومان ممكن يمر، فينيسيوس مع عبد السلام صافرة وخطأ في مكان ممتاز. الكرات الثابتة هل تعيد الصقور مرة أخرى لأجواء هذه القمة؟ شوفوا معاي فينيسيوس استلام مع دوران وبعد ذلك عرقلة من عبد السلام عامر، حرة مباشرة. طرد لجميل اليحمدي وتصرف قد يكلف الشبابيين الكثير، ما كان لها لزمة إطلاقا يا جميل، ما كان لها لزمة إطلاقا يا جميل. الشباب كان يسير بشكل جيد لكن قد تكون هذه اللقطة نقطة التحول. خالد اليعقوبي مزيدا من الهدوء يا رجل، ما راح يتغير شيء. القرار صدر من حكم المباراة قاسم الحاتمي وراح نشوف الإعادة. لماذا خرجت البطاقة الحمراء؟ اعتراض كبير. طرد آخر، بطاقة حمراء أيضا لعبد السلام عامر أو أحمد سليم، طرد لجميل ولأحمد سليم، احتجاج كبير من لاعبي الفريقين. لكن ما الذي جرى وما الذي دار في اللقطة الماضية؟ راح نشوف قرار صارم وحاسم من قاسم الحاتمي، لم يتوانى إطلاقا في إشهار البطاقة الحمراء، لكن لازلنا في انتظار اللقطة. أحمد سليم جميل إذن يطرد، ورح يطرد أو بالأحرى طرد أحمد سليم. طرد مزدوج، لاعب من كل جانب، لكن ما الذي جرى؟ شوفوا معاي إعادة للكرة الماضية، هنا الثنائي يعني طرد مباشر لجميل، فعلا كان في ركل واضح من جميل اليحمدي وأحمد سليم في البداية. أحمد يعترض على القرار من حكم المباراة، يا ريت لو نشوفها من جديد اللقطة الماضية، هل كان هنالك تدخل وركل أو ضرب من أحمد سليم لجميل اليحمدي؟ لكن يعني
جميل بصراحة، لقطة أرجع وأقول ما كان لها لزمة إطلاقا. خطأ في مكان مؤثر للشباب، الكرة في النهاية راح تتنفذ وإن تأخرت لثواني. يطرد أيضا أحمد سليم، ورقة أو قلب الدفاع الهام، صخرة دفاع نادي ظفار. راح نشوف الآن المدربين والتغييرات المتوقعة مع الطردين الحاصلين الآن. حسن حظ الشباب أنه طرد أيضا أحمد سليم، أحمد طبعا كان رافض للقرار الماضي. شوفوا معالي عادة مرة أخرى، هنا بداية اللقطة أحمد، يعني اللمسة الأولى من أحمد سليم كانت أعتقد أنها لا ترقى للطرد. جميل الأحمدي، تبقى الركلة أيضا غير مبررة إطلاقا، ويعني في النهاية نترك الحسم والجزم فيها للمختصين. عموما حرة مباشرة الآن لمصلحة الشباب في مكان ممتاز. الفريقين بعشرة لاعبين مع الدقائق الاثنين وعشرين الأخيرة تقريبا أو الاثنين وثلاثين الأخيرة من عمر اللقاء. هل تكون لفينيسيوس شبابية في مكان خطير؟ رياض حالة من الترقب والانتظار. قاسم الحاتمي وطالب اللاعبين بالهدوء. حرة مباشرة، ارنست وفينيسيوس، البرازيلي اقرب يصوب ولكن في الحائط البشري، تعود تصويبة من جديد مستمرة ولكن تتخلص من دفاعات نادي ظفار. تتخلص الكرة الماضية، عبد الحافظ ثويني يعيدها لمصلحة المهند دبلوشي. مباراة فيها من الإثارة الكثير بصراحة حتى الآن، ونستطيع أن نقول فعلا بأنها تستحق لقب قمة الجولة لأحداثها المثيرة. بداية كانت سريعة من الجانبين بدون تحفظ في شوط المباراة الأول. هدف مبكر لظفار، ركلة جزاء ضائعة للشباب، وهنا في شوط المباراة الثاني طرد للاعبين. الآن فلورين متروك راح يدفع بمانع سبيت بديلا لمن؟ علي الخنبشي. أيضا يجهز محمد علي، حاول لتعزيز منتصف الميدان. تغيير دفاعي من فلورين متروك، وأمر طبيعي لأنه أحمد سليم يبقى صمام الأمان، هو من طرد. هنا عصام البارحي يخرج مصابا، هل يكمل المباراة أم يكون تغيير أيضا اضطراري وفي نفس الوقت لتعزيز قلب الدفاع بالنسبة لظفار؟ إذا فعلا عصام البارحي يخرج، رأس الحرب الصريح ونزول قلب الدفاع مانع سبيت. كرة تعود من جديد لخالد اليعقوبي، وراح نشوف محمد علي بديلا لمن؟ بالنسبة لعلي الخنبشي. الغاني ارنست كرة معاه، كرة ترسل عالية وللأمام، عبد السلام عامر لعزان عباس. نادي ظفار الآن نقلات، لكن يعني شايفين هي جزئيات بسيطة لكن تكلف الفرق الكثير. الشباب ما في شك انه راح يخسر لاعب بقيمة فنية عالية جدا، الحديث عن جميل اليحمدي، ورقة الهامة باستمرار على المستوى الهجومي والحلول الهجومية. وظفار راح يخسر ركيزة دفاعية هامة متمثلة في احمد سليم. عمر المالكي راح يخرج، والبديل محمد علي. حاول لتنشيط منتصف الميدان بطبيعة الحال من قبل علي الخنبشي المدرب الوطني. خسارة بهدفين نفس أو بهدف نفس الهدفين والثلاثة، لذلك يعني نقرأ من هذا التغيير محاولة لتعزيز الجانب الهجومي وبالتالي العودة لنتيجة أو العودة بالتعادل، ومن ثم تفكير فيما يتبقى من عمر هذا اللقاء. محمد علي حاول، كرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة نادي ظفار، خطأ لمصلحة نادي ظفار. إعادة مرة أخرى للتدخل اللي كان من محمد علي، قرار سليم من حكم المباراة. نذكر ب
نتائج بقية المباريات الجارية حتى الآن. النصر لا زال متقدم بهدفين نظيفين على حساب المضيبي، مسقط يتقدم بهدف نظيف على حساب نادي صحار، ونادي عمان يتقدم على السويق بهدف نظيف. تلعب الكرة بشكل سريع، تعود في منتصف الميدان لمصلحة الشباب. حوار المدربين لا زال مستمر، ولا زال فلورين متروك المدرب الروماني متقدما على علي الخنبشي. محاولة من تامر الحاج، تغطية موجودة من اليعقوبي خالد، كرة في منتصف الميدان منقولة الآن، منذر على طول ماشي في الجهة اليسرى لعبد الحافظ ثويني، محاولات شبابية. الكرة في منتصف الميدان الآن، إرنست مروة تقدم بشكل جيد، البحث عن مساندة، تمريرة للأمام جيدة، ولكن أيضا عبد السلام عامر يبعد الكرة الماضية في التوقيت المناسب. عمرو جنيات الكرة أخيرا، وين الكرة؟ فيها ركلة مرمى كما يشير الحكم المساعد الأول راشد الغيثي. شوفوا معايا الإعادة، الكرة الماضية أعتقد أنها لامست عمرو جنيات أخيرا. علي الخنبشي واضح أمامنا، 41 سنة مثل ما ذكرت لعلي الخنبشي. مشواره كلاعب بدأ مع نادي السويق من خلال المراحل السنية، ثم انتقل للأهلي قبل الدمج، أهلي سداب، لعب لشباب الأهلي ومثل أيضا الفريق الأول. اعتزل في سن 26 سنة، وذلك لظروف عمله، لا شك أنه اعتزل مبكرا جدا، 26 سنة يعني يفترض أن يكون أوجه العطاء بالنسبة للاعب. بدأ التدريب في عام 2002 من خلال الفرق الأهلية بولاية السويق وولاية الخابورة، من ثم بدأ مع المراحل بنادي السويق، ووصل أن يكون مساعد مدرب مع الفريق الأول. درب بعد ذلك منتخب الجيش، فاز بدوري قوات السلطان المسلحة في مناسبتين، من ثم كان مساعدا لمدرب نادي السيب. الموسم الماضي طبعا درب السويق في 5 جولات، يعني في واحدة من المباريات اللي قاد من خلالها السويق لعب مع نادي ظفار على أرضية هذا الميدان، وخسر بنتيجة 0-2. يتمنى أن لا يخسر مجددا أمام ظفار على أرضية هذا الميدان في هذا الموسم. كرة تعود شبابية من جديد في منتصف الميدان، مرور من محمد علي، نقلة واصلة لمنذر الصبحي، تغيير لاتجاه اللعب بشكل جيد، عبد الحافظ ثويني، البحث عن مساندة، تمريرة شبابية من جديد بعرض الملعب، محمد علي تمريرة للأمام، هذه طويلة ولكن عدت، طالت الكرة الماضية على عبد المجيد اليحمدي، وبالتالي فيها ركلة مرمى لمصلحة نادي ظفر. هنا عمر المالكي